سيد نزيه، هناك من يرى أيضا بأنه الكيان الصهيوني كان يحضر ربما لرد بالأمس أو ربما اليوم، ولكن هذه الضربة من قبل حزب الله عطلت هذا الرد الإسرائيلي. هذه رؤية وهناك من يرى لها شواهد على ذلك، هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يكون صحيحا، والأمر الإيراني بضربة حزب الله لمصلحة إيران أولا؟ أنا هنا بالأمس صدر بيان في مواقف عبر الإعلام الإسرائيلي العبري بأن الطائرة المسيرة التي أطلقت الصاروخ على القاعدة العسكرية هي من نوعية جديدة وروسية الصنع. هذا يردنا، يجب يعني إذا كان هذه الواقعة صحيحة وهذا العمل نتيجة مسيرة روسية حديثة، أي أن مفاعيل الحوار أو اللقاء الذي جرى بين الرئيسين الروسي والإيراني الأسبوع الماضي أعطى مفاعيله، وأنا هنا قد تكون روسيا حاولت أن ترسل رسالة دموية لإسرائيل نتيجة قصف مستودعات للذخيرة قرب قاعدة حميميم، ما يخل بالاتفاق المعقود بين نتنياهو وبوتين بأن أي عملية عسكرية يجب أن لا تكون لا ضمن نطاق قاعدة حميميم ولا في المجال المحاز له. فالطيران الإسرائيلي لم يحترم هذه المعادلة. وجهة نظر محتملة إذا صدقت المعلومات بأن هذه المسيرة هي روسية الصنع. فإذا هذا يدل على أن إيران تستنجد بالروسي، خلافا للمرحلة التي شبيهة لاستنجاد روسيا بالإيراني من أجل الحصول على المسيرات البدائية الانتحارية. فالموضوع معقد ويزداد تعقيدا على المستوى الجيوسياسي بين الأطراف المتنازعة على سوريا والمتقاتلة في سوريا. فنحن نشهد اضطرابات، الجميع مضطرب، الجميع مأزوم، الإيراني مأزوم يتلقى الضربة تلو الأخرى، هو يستهول العملية العسكرية أو القصف الرد الإسرائيلي لأنه لا يستطيع أن يتحمل ردع إلا أن يرد، وهذا قد يؤدي إلى قطع العلاقة أو توقف العلاقة بينه وبين الولايات المتحدة من أجل المفاعل النووي، لا بل أنه يبني آمال على تحسن العلاقة مع الولايات المتحدة، فهو في مأزق حقيقي. الساحة السورية محيدة، لم تعد ضمن تلبي احتياجاتها استراتيجية أو على الأقل في هذه المرحلة لإيران. بالأمس وزير الخارجية العراقي كان له موقفا مميزا، أعلن أن القرار في العراق هو قرار عراقي، ولن ندخل في أي صراع سواء كان مع إيران أو مع الولايات المتحدة واستطرادا إسرائيل، أي أنه رفع الغطاء الشرعي عن الحشد الشعبي في حال عملية القصف. وضع إيران في لبنان كلنا نتلمس تداعياته، فهذا المشروع الإيراني يتعرض لصدمات وضربات لم تكن محسوبة، وكانت الضربة الأولى هي في 7 أكتوبر يدفع ثمنها الإيراني نتيجة انكشاف موقفه، لأنه لو تدخل في البداية أو أوعز إلى عملية التدخل والإسناد الحقيقي للمقاومة الفلسطينية في غزة منذ بداية العدوان بعد 8 أكتوبر لكانت الأوضاع وموازين القوى مختلفة، إلا أنه كما سبق وأشرت مرارا هو لا يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية وعقائدية، بل هي ورقة سياسية للتفاوض والبحث عن أدوار إقليمية. اليوم أنا بتقديري القول الفصل للميدان، موازين القوى مع الأسف واضحة، العنوان المرحلة يجب
كيف يمكن وما هي المخارج السياسية والدبلوماسية التي تحد من الخسائر والأضرار والتشريد والجرائم للعدو الصهيوني؟ محوران أساسيان يجب أن يتم مراجعة سريعة يقوم بها النظام العربي، مراجعة سريعة لفصائل المقاومة لتوحيد موقفهم من ما يحصل وما هو أفق المشروع السياسي. خلاف ذلك نكون ندفع ثمن استراتيجية الصهيونية، وكل ما نقوم به هي ردات فعل دون أفق سياسي واضح. لكن والأمر اليوم خاصة فيما يتعلق بالمحور بشكل أو بآخر يعني مفاتيحه بيد إيران، إلى أين تتجه الأمور برأيك دكتور نزيه حسب معطيات الواقع اليوم؟ هذا مرهون بكيف. أولا سمعنا الآن إسرائيل سترد على حزب الله، ما هو مستوى الرد؟ ثانيا كيف سترد على إيران؟ وبناء عليه يمكن استقراء أو استشراف بوادر المنحى العام للأزمة. اليوم لا أحد يصلح، حتى الأمريكي وحتى الإسرائيلي لا يملك الرؤية إلى أين، ولكن هو يملك استراتيجية ومشروع. أما على المستوى الحل السياسي فهو يحتل ويدمر قطاعات ويهجر أبنائها، وهو بإمكانه أن يتعاطى بنتائج الأمر الواقع. أما نحن فلا نتلقى إلا ردات الفعل، وكثيرا لا تكون مؤثرة على استراتيجيا أو سياسيا. صحيح هي مؤثرة أننا ننزل خسائر كبيرة بالعدو الإسرائيلي، نكمن المقاومون اللبنانيون والفلسطينيون في كافة الجبهات يقاتلون باللحم الحي، ولكن هذا لنكن واقعيين هذا لا يحقق الانتصار الكامل إذا لم نكن جزءا من مواجهة شاملة مدعومة من الوضع العربي ككل، سواء مواجهة دبلوماسية أم مواجهة اقتصادية أيا تكن. أنا لا أتحدث عن المواجهة العسكرية ضد إسرائيل، ولكن آن الأوان لأن تمارس أو أن يقوم النظام العربي بتحريك أوراق القوة لوضع حد لما يحصل في المنطقة، لأن نشر خريطة إسرائيل من الفرات إلى النيل من قبل اليمين المتطرف عليها يجب أن تكون رسالة مدوية إلى النظام العربي بأن لا أحد مستثنى من هذا المشروع الإجرامي التقويضي للنظام الدولة الوطنية في المنطقة.